دكتور محمد سعد، أخصائي الأطفال، طبيب الأطفال وحديثي الولادة. رح نحكي تحديدا عن موضوع ارتفاع درجات الحرارة عند الأطفال، كيف ممكن يتعاملوا الأهالي مع هذا الموضوع، وخصوصا أنه إذا زادت الحرارة عن رقم معين ممكن تكون خطورة كبيرة على الطفل، وبالذات إذا كانت مستمرة. خلينا نرحب بالدكتور محمد سعد. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك في استراحة الظهيرة. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. دكتور، بدي ابدا بفكره ارتفاع درجات الحراره عند الاطفال. هلا ارتفاع درجات الحراره مرات بتكون اكيد مسبباتها عديده في مراحل مختلفه عند الطفل وبعمر مختلف. خلينا نحكي اول شيء شو هي مسبباتها، وبعدين نحكي طرق التعامل معها منزليا، وكيف ممكن اذا تطورت الحاله نذهب للطبيب، متى بالذات بنضطر لهذا الشيء. اولا مساك الله بالخير ومساء الخير للجميع. الحراره او ارتفاع الحراره عند الاطفال هي تعتبر ردة فعل طبيعية من الجسم تجاه أي عارض خارجي يجي من برا الجسم. يعني هي بطريقة أخرى أو بتعريف آخر هي إثبات أنه الجسم بصحة جيدة والنظام المناعي جيد، بحيث قادر أن يدافع عن نفسه تجاه الأخطار اللي تجينا من برا من جراثيم، فيروس أو بكتيريا إلى آخره. فإحنا الطفل لما نشوف عنده حرارة إحنا صح نحاول أنه نشوف شنو سببها ونعالجها، لكن في نفس الوقت إحنا نطمئن انه الطفل عنده نظام مناعي جيد. اسباب الحراره والشغلات اللي ترفع لنا الحراره طبعا احنا نميزها حسب العمر، عمر الطفل، ولكن بالعام الاغلب هو التهاب يكون اما فيروسي او بكتيري او نسميه التهاب جرثومي بالشكل العام، فيصير تفاعل من الجسم تصير على اثر ارتفاع بحراره الجسم عن المستوى الطبيعي اللي هو احنا الطبيعي تقريبا 37 او 37.5. لما تتجاوز حراره 37.5 نعتبرها حراره مرتفعه، اكو بها الحراره اللي هي البسيطه الى تقريبا 38 او 38.5، او الحراره اللي توصل مستويات عاليه اللي تتجاوز 39.5 درجه مئويه. نعم، طيب دكتور، يعني مسببات ارتفاع درجات الحرارة يعني مختلفة عند الأطفال، مش شرط أنه يكون الطفل مريض، ممكن الطفل في مرحلة بروز الأسنان بيصير عنده ارتفاع في الحرارة، ممكن أخذ لقاح أو مطعوم معين بتسبب أيضا ارتفاع في درجة الحرارة. خلينا نطمن الأهالي ونحكي شو الحالات، خلينا نحكي اللي هي ممكن إنها ما تستدعي الذهاب للطبيب في حال ارتفاع درجات الحرارة. نعم، هو يعني الشغلات اللي تستدعي الطبيب حالات قليلة، يعني بصراحة الحالات الأكثر ما تحتاج، خصوصا في اليوم الأول، ما عدا أكو استثناءات أنا صراحة أذكر لك إياها. إذا كان الطفل عمره أقل من شهر، هذا مهما يعني بأي وقت تصير عليه حرارة لازم يراجع الطبيب. إذا الحرارة ارتفعت الحرارة مع أعراض أخرى، مثلا بقع جلدية، مثلا الطفل غير قادر على الاكل، غير قادر على المشي، هاي الحالات اللي تستدعي انه نروح للطبيب. اما اذا ارتفعت الحراره والطفل بوضع جيد، شهيته للاكل جيده، مستوى الوعي، مستوى العام، وضع العام جيد، فممكن احنا بالبيت نسوي له كمادات، نعطيه سوائل، نعطيه مجال نصبر عليه يوم او يومين ونراقب الامور بالبيت، يعني الام او الاب يراقبون الامور. طالما شايفين وضع الطفل العام جيد، ياكل ويشرب ويتحرك بوضع طبيعي، فماكو مشكله، ما نخاف. اذا تجاوزت هاي المده، خلينا نقول يومين ثلاث ايام، استمرت الحراره واحنا ما لاقين تفسير لها، او صارت عليها الاعراض اللي ذكرتها مثلا قله الاكل، او اذا طفل صغير يعني صغير بالعمر قله الرضاعه، ذاك الوقت يصير لازم انه نشوف الطبيب. نعم، طيب يعني اذا بدنا نختم بفكره العلاج، كيف ممكن مثلا نحكي نسيطر على الموضوع في المنزل في الحالات البسيطة اللي ما بتستدعي ذهاب الطبيب، وفي حال مثلا انه اضطرينا نذهب للطبيب متى بيكون هذا القرار؟ يعني احنا بالبيت نقدر نسوي معظم الشغلات، يعني احنا اكثر الشغلات اللي نسويها بالمستشفى الام والاب يقدرون يسووها بالبيت. مثلا تكون ادوية الخوافض الحرارة عندنا بالبيت ونعرف كيف نستخدمها، نسأل الطبيب يعني بالتليفون انه ايش قد انطي الجرعه للطفل على بناء على عمره وبناء على وزنه. ممكن نستخدم الكمادات اللي هي نجيب خاولي مثلا او قطعه قماش ونبللها بمي، مي طبعا مي الحنفيه، يكون مي العادي مو مي بارد ولا مي حار، ونخليها على الجسم. واكثر المكانات اللي احنا ننصح بها انه نخلي الكمادات تكون تحت الابط وبين الافخاذ وعلى الرقبه، هاي المناطق الاكثر استجابه للكمادات بحيث نقدر ننزل الحراره عن طريقها. ممكن نسوي له مغطس مي، يعني نجيبه بالبانيو، البانيو نمليه مي دافي ونخلي الطفل بالمي لمده نص ساعه الى ساعه، هاي يعني فعاله جدا في تنزيل
حراره الطفل. يعني هي خلينا نقول عده شغلات ممكن احنا مع بعضها نسويها بين الكمادات وبين المغطس وبين الادويه الحراره، كلها التعاون بحيث تنزل حراره الطفل، بين ما بعدين نشوف الوضع وكيف نقدر نوصل للطبيب، والطبيب راح يسيطر على يعني عفوا يشخص الحاله ويعلمنا شلون احنا نسيطر على الحراره ونعالج السبب اللي سبب الحراره. نعم، يعني كلمة أخيرة بدي منك دكتور قبل ما نختم، خصوصا بالوقت الحالي ممكن الأهل كتير بتخوفوا من ذهاب للمستشفيات، مو بس لينقلوا عدوى لأولادهم، حتى لإلهم الكبار بيكونوا موجودين، خصوصا أنه الآن أغلب مستشفياتنا بالدول العربية يعني مليئة بحالات كورونا، وكتير الناس عم تتخوف من فكرة الذهاب، فعم بتحاول تسيطر على أي مشكلة من داخل البيت. شو هو الأدوية الضرورية خلينا نحكي للطفل في مثل حالات عديدة ممكن لازم تكون موجودة في البيت لحتى نقدر نسيطر قدر المستطاع؟ يعني هو أول شيء يعني رسالة للأهل أنه لا تخافون، يعني إذا صارت حرارة عند الطفل أول شيء أنه لا تخاف، هذا نعم. يعني معناته الطفل وضعه جيد، مناعته جيدة، أنت تقدر تعالج الأمور يعني بالإمكانيات الموجودة عندك اللي ذكرتها، وممكن نستخدم التليفون مع الطبيب، نتصل على الطبيب نقول له هاي الأعراض اللي عندنا. الشغلة اللي قلت لك عليها اللي لازم نروح عليها على الطبيب لما أكو علامات لا سمح الله، مثلا الطفل فقد الوعي، الطفل تشنج، يعني هاي الشغلات اللي تستدعي نروح المستشفى، ما عداها الامور كلها قابله للنقاش، يعني ممكن انا على التليفون اتواصل مع الطبيب يدليني يسوي الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه وهكذا، اذا ما وصل الى نتيجه يقول لك تعال جيب لي اياها. نعم، انا بدي اشكرك جدا دكتور محمد سعد اخصائي طب الاطفال، شكرا لوجودك معنا اليوم على هذه المعلومات القيمه، شكرا. اهلا وسهلا. اهلا، كل الشكر دكتور، كل الشكر. طبعا من بعد هذه المعلومات المهمه اللي اخذناها من الدكتور محمد سعد، وخصوصا كل الاهالي اللي عندهم اطفال في البيت، كيف يتعاملوا مع ارتفاع درجات الحراره، كيف الموضوع ما بيكون مرات بخوف، بيكون بسيط ما بيستدعي القلق لزياده، ومتى الحالات اللي بنضطر فيها نذهب للطبيب. اكيد كنا صارت عندنا المعلومه الكافيه بعد هذا الاتصال مع الدكتور محمد سعد.